السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر أحمد سامي من موقع English2Fun.com، والنهاردة معادنا مع الحلقة رقم 15 في شرح مادة اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي المنهج الجديد 2019. النهاردة إن شاء الله هنشرح Grammar Unit 4 قواعد الوحدة الرابعة بعنوان Relative Pronouns، يعني ضمائر الوصل. قبل ما ابدا شرح عايز اوضح حاجه مهمه جدا، ان بعض الطلبه بيشتكوا من هذا الدرس لوجود بعض التكات اللي فيه. ان شاء الله هنناقش كل التكات دي مع بعض النهارده. طبعا انتوا لو قلتم لاي حد في ابتدائي انا باخد ضمائر الوصل في ثالثه ثانوي ممكن يقعد يضحك ويستهزأ ويقول دي سهله قوي، ضمائر الوصل هو ويتش وذات بتاعت العيال الصغيره، شغل تافه يعني، حاجات سهله. تمام، لكن يا جماعه هي المشكله مش في ضمائر الوصل، هي المشكله في اللي بعد ضمائر الوصل. يعني بعد ما نشرح الاساسيات بتاع ضمائر الوصل في عندي بقى تكات كده وخدع وحروف الجر اللي بتيجي معاها وامتى احذفها وامتى اعوض عنها باسم مفعول وامتى اعوض عنها باسم فاعل، هو ده الصعب في الموضوع. لكن فكره ضمائر الوصل في حد ذاتها مش صعبه، يعني ضمائر الوصل في حد ذاتها مش صعبه، لكن اللي صعب فيها الملحوظات والتكات دي. عشان كده ان شاء الله مش هسيبكم غير لما تتقنوا الملحوظات ديت والتكات ديت، وكله يطلع من الفيديو ده ان شاء الله بيقول ان الدرس ده سهل جدا. تمام، بس طبعا في الاول هشرح الاساسيات بسرعة جدا، وبعدين بقى اخش معاكم في التكات والخدع ونبسطها مع بعض باقصى درجة ممكنة. ياريت بقى تركزوا معايا وتجيبوا ورقة وقلم ويلا نبتدي على بركة الله. عنوان الدرس عندي Relative Pronouns، اي ضمائر الوصل. طبعا كلنا عارفين ان كلمة pronouns يعني ضمائر. طيب ايه هي ضمائر الوصل؟ ضمائر الوصل هي كلمات تستخدم للوصل بين جملتين بشرط ان يكون بين الجملتين علاقة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما يكون عندي جملتين انجليش وعايز اخليهم جملة واحدة بربط بينهم بضمير وصل واخليهم هما الاثنين جملة واحدة، بس بشرط لازم يكون في بين الجملتين علاقة. العلاقة دي قد تكون علاقة عاقل، علاقة غير عاقل، علاقة مكان، علاقة زمان، علاقة ملكية. تعالوا نشوف مع بعض مثال على طول. بيقول طبعا انا هبدأ بامثلة بسيطة عشان ما حدش بس يتريق ويقول الامثلة سهلة قوي وبتاع. انا هبدأ بامثلة بسيطة وده المطلوب يا جماعة، لان لما نيجي نشرح درس بيقولوا عليه صعب يبقى لازم نبدأ الاول بالسهل وبعد كده واحدة واحدة نتطور ونشوف الأمثلة الأصعب فالأصعب فالأصعب. طيب المثال بيقول I like my father، أنا بحب بابايا. الجملة التانية بتقول He is nice and kind، يعني هو لطيف وطيب. طبعا دول جملتين والدليل وجود full stop وfull stop، يعني معنى كده ان دول جملتين. طبعا الجملتين في بينهم علاقة اللي هي my father بابا، والجملة التانية في عندي هي، طب ما هي عايدة على ماي فازر، يبقى اذا الجملتين بينهم علاقة، علاقة شخص عاقل اللي هو الاب. هي هي هو عايدة على بابا وماي فازر ده الاب، الاتنين حاجة واحدة، الاتنين شخص عاقل. يعني في عندي جملتين وفي بين الجملتين علاقة اللي هي علاقة عاقل. بيقول بقى ان انا ممكن يعني اربط بين الجملتين بضمير وصل واخليهم جملة واحدة، وهتبقى ازاي؟ I like my father who is nice and kind، انا بحب بابايا الذي يكون لطيفا وطيبا. طيب لو لاحظتوا الجملتين بقوا ايه؟ جملة واحدة. يبقى انا عشان اربط بين جملتين بحط في النص ضمير وصل. ضمير الوصل عندي اللي هو who، ماشي، ربط بين الجملتين. طبعا كل ضمائر الوصل في الانجليزي معناها الذي او التي. تمام، طيب هنا كلمة هو معناها الذي. طيب يبقى بكل بساطة لما يكون عندي جملتين وعايز اربط بينهم واخليهم هما الاتنين جملة واحدة احط في النص ايه؟ احط في النص ضمير وصل، ماشي، بس لازم يكون في بين الجملتين علاقة. لو ركزنا شوية يا جماعة هنلاقي ان كلمة علاقة بالانجليزي يعني relation، ريليشن يعني علاقة، والصفة منها ريلاتيف. تمام، يبقى ضمائر الوصل اسمها ريلاتيف بروناونز. يبقى ناخد بالنا بقى ان التسمية جاية من كلمة ريليشن. يعني ليه بيقولوا على ضمائر الوصل ريلاتيف بروناونز؟
عشان كلمة relative جاء من كلمة relation، مشتقة من كلمة relation. أظن كده كلنا عرفنا ليه سموها بالإنجليزي relative pronouns، وطبعا سموها بالعربي ضمائر الوصل عشان بتوصل بين جملتين. كده عرفنا سبب التسمية العربي والإنجليزي. ضمائر الوصل في الإنجليزي 9، ايه هما؟ انا كاتبهم قدام حضراتكم على الشاشة اهوت، واضحة خالص، ياريت تجيبوا ورقة وقلم وتسجلوا. وطبعا كاتب قصاد كل ضمير وصل فيهم بيجي مع انهي علاقة بالظبط، هل علاقة العاقل ولا غير العاقل ولا الزمان ولا المكان ولا ايه بالظبط، تمام؟ طبعا قلنا من شوية ان كل ضمائر الوصل بتترجم الذي او التي او عندما او حيثما، تمام؟ لكن كل واحدة فيهم بتيجي امتى؟ طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة، انا كاتب قصاد كل ضمير وصل القاعدة بتاعته. تعال نشوف كده مع بعض. اول ضمير وصل عندي اللي هو هو، اللي ادينا عليه مثال من شوية، هو بيجي مع العاقل، يبقى الضمير هو بيجي مع العاقل. في عندي which بتيجي مع غير العاقل، في عندي that اللي هي بتنفع مع الاثنين عاقل او غير عاقل، when بتيجي مع الزمان، where بتيجي مع المكان، whose بتيجي مع ست حاجات، بتيجي مع ملكية العاقل وملكية غير العاقل وملكية المكان وصلة الصداقة وصلة القرابة وصلة الزمالة. طبعا الناس اللي مش فاهمة هندي امثلة دلوقتي افهمكم واحدة واحدة. المهم ان نعرف ان هوز بتيجي مع ست حاجات: ملكية عاقل، ملكية غير عاقل، ملكية مكان، صلة صداقة، صلة قرابة، صلة زمالة. طيب في عندي ضمير وصل اسمه هم، بيجي مع العاقل المفعول او العاقل زائد حرف جر. في عندي الضمير وات بيجي بعد الفعل، وعندي الضمير واي بيجي مع الاسباب. يا ريت تجيب ورقه وقلم يا جماعه ونسجل التسعه دول كويس في الكراسه ونحفظهم كويس، ماشي؟ ونحفظ كل ضمير وصل فيهم بيجي امتى، تمام؟ طيب طبعا انا كاتب لحضراتكم قدام كل ضمير بيجي امتى، تمام؟ طيب ممكن حد يسال، هو مش الكلمات دي اللي هي ادوات الاستفهام؟ هي الكلمات دي فعلا ادوات استفهام، بس لو جت في اول الجمله، لو جت في اول الجملة تبقى ادوات استفهام، لكن لو جت في النص ما بين جملتين تبقى ضمير وصل وتبقى معناها الذي او التي او حيثما او عندما زي ما قلنا، تمام؟ يبقى كل التسعة دول يعتبروا ضمائر وصل relative pronouns، بيجوا في النص، بيوصلوا بين جملتين، بس كل واحد فيهم ليه استخداماته، تمام؟ طيب تعالوا بقى نشوف مع بعض امثلة على التسعة دول عشان نفهم، تمام؟ وبعد ما نشوف الأمثلة مع بعض على التسعة دول نبدأ بقى نشرح التكات والخدع اللي ناس كتيرة مستنيها. عندي اكسرسايز ظريف جدا، هيساعد في فهم الأساسيات بتاعت الوحدة دي. أكمل بضمير وصل مناسب. احنا عرفنا كل ضمير وصل بيستخدم امتى، تعالوا نشوف كده مع بعض. أول جملة بتقول I like my father، نقط is nice. طيب الأب قلنا ده شخص عاقل، يبقى الإجابة تنفع إيه وإيه؟ اللي ينفعه هنا؟ اللي ينفعه هنا هو أو ذات، الاتنين صح، يبقى هو صح وذات صح، ماشي؟ لأن هو بتيجي مع العاقل وذات بتيجي مع العاقل وغير العاقل، يبقى الاتنين صح. طيب الجملة التانية بتقول I have a cat، عندي قطة، نقط is white، لونها أبيض. ها طبعا القطة غير عاقل، يبقى ينفع عندي which أو ذات، which بتيجي مع غير العاقل وذات بتنفع مع العاقل وغير العاقل. كمان مرة محدش يعني يتريق على الأمثلة، أنا جايب أمثلة بسيطة في الأول، قلنا واحدة واحدة يا جماعة، مش هينفع نفهم التكات والخدع والحاجات الصعبة إلا لما نبني الأساس الأول، الأساسيات الأول يا جماعة، نفهم الأساسيات الأول وبعدين نشوف الخدع والتكات. مش معنى ان الامثله بسيطه ان خلاص بقى مش هنفهم، لا ان شاء الله كلنا هنفهم، بس واحده واحده، محدش بيطلع لاخر السلم مره واحده، لازم من اول السلم الاول وبعدين يطلع 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 واحده واحده كده. يبقى ان شاء الله بنركز مع بعض على الاساسيات وبعدين نخش على الحاجات الصعبه. الجمله اللي بعدها بتقول I like المنيا، نقط I was born، انا بحب المنيا التي ولدت فيها. طبعا المنيا مكان، يبقى الاجابه where، المكان بياخد where، ماشي؟ الجملة اللي بعدها بتقول I was sleeping in the morning، أنا كنت نايم الصبح، نقط the alarm rang، المنبه رن. كلمة alarm يعني منبه، ورانج يعني رن، الماضي من رينج يعني رن، بيقول أنا كنت نايم الصبح عندما رن المنبه. طيب الصباح ده يعتبر زمان، يبقى الإجابة when، الزمان بياخد when. طيب نشوف اللي بعدها، this is زياد، نقط car is blue، ده زياد اللي عربيته لونها ازرق.
نركز بقى يا جماعة، بدأنا في الحاجات اللي فيها تكات شوية. ها، زياد دوت شخص عاقل، يعني لو حد مستواه ضعيف ممكن يختار هو، يقول زياد ده شخص عاقل يبقى هو، تمام؟ لكن الناس اللي مركزة هتبص قبل الاختيارات وبعد الاختيارات. أنا عندي قبل الاختيارات شخص عاقل وبعدها ملكية، هو زياد بيملك السيارة، كار يعني سيارة، وبالتالي هنا زياد يملك السيارة. إيه اللي ممكن الكلمة اللي تيجي لما يكون ما قبلها يملك ما بعدها؟ أكيد طبعا هوز، هوز بتيجي مع ملكية العاقل، مين العاقل هنا؟ زياد، ملكيته إيه؟ العربية، يبقى هوز بتيجي مع ملكية العاقل، تمام؟ طيب الجملة التانية بتقول I have a cat نقط تيل از لونج، انا عندي قطه ديلها طويل. طبعا تيل يعني ذيل، القطه تملك الديل، يبقى الاجابه هوز، ملكيه غير العاقل هوز، ماشي؟ يبقى هوز بتيجي مع ملكيه العاقل وملكيه غير العاقل وملكيه المكان كمان. نشوف المثال اللي بعده، بيقول I like my school نقط teachers are nice، انا بحب مدرستي اللي المدرسين بتوعها ايه؟ طيبين. المدرسين بتوع المدرسة، ما قبلها يملك ما بعدها، يبقى ايه؟ هوز. طبعا دي ملكية مكان، ملكية المدرسة، يبقى هوز بتيجي مع ملكية العاقل وملكية غير العاقل وملكية المكان. طيب الجملة اللي بعدها قد تبدو شبهها، لكن في عندي زيادة كلمة ذا. يعني المدرسين برضو بتوع الايه؟ بتوع المدرسة، بس هنا بقى في مشكلة صغيرة يا جماعة، ما ينفعش كلمة هوز يجي وراها ذا أبدا، يعني ما فيش حاجة في الإنجليزي اسمها هوز ذا، يعني ما فيش حاجة اسمها هوز ذا. طيب بما إن بقى ممنوع هوز تيجي قبل ذا، يبقى هنعتبر المدرسة مكان، يبقى الإجابة وير، ماشي؟ طيب لما حد تاني يسأل ليه أنا ما استخدمتش هوز هنا، عشان هوز ما بتجيش قبل أي أداة تعريف، يعني ما ينفعش أقول هوز ذا، ولا ينفع أقول هوز ماي، ولا هوز هيز، ولا هوز هير، يعني ما ينفعش اجيب اداتين ملكيه ورا بعض، وما ينفعش اجيب هوز قبل اداه تعريف، وما ينفعش اجيب هوز قبل ادوات الاشاره زي ذيس وذات وذيز وذوز. طيب يعني ناخد بالنا يا جماعه ان كلمه هوز ما بتجيش قبل ادوات التعريف والملكيه، خلاص؟ طيب ما فيش حاجه في الانجليزي اسمها هوز ذا، وعشان كده بقى ما استخدمتش هوز هنا واستخدمت وير، تمام؟ طيب الجمله اللي بعدها بتقول I know زياد، انا اعرف زياد، نقط mother is a teacher of science، اللي مامته مدرسه علوم. طيب هنا صله قرابه، زياد ومامته صله قرابه، يبقى الاجابه برده هوز، ماشي كده؟ طيب الجمله اللي بعدها I met اميره، انا قابلت اميره، نقط كوليج از بسنت، اللي زميلتها بسنت، هي طبعا كلمة كوليج يعني زميل العمل، تمام؟ طيب الإجابة إيه؟ هوز، عشان كلمة كوليج يعني زميل، وهوز بتيجي مع صلة الزمالة وصلة القرابة وصلة الصداقة، تمام؟ طيب الجملة اللي بعدها بتقول This is Martina، دي مارتينا، not friend is Justina، اللي صديقتها اسمها يوستينا. طيب الصداقة بتاخد هوز. نلاحظ برضو يا جماعة في كلمة تانية اسمها كلاس ميت، يعني زميل الفصل، برضو تاخد هوز، سواء زميل الفصل او زميل العمل بتاخد هوز. يبقى هوز بتيجي مع ست حاجات، هوز بتيجي مع ملكية عاقل وملكية غير عاقل وملكية مكان وصلة صداقة وصلة قرابة وصلة زمالة، تمام؟ طيب ونلاحظ ان هوز ما بتجيش قبل ذا ولا قبل ماي ولا قبل هيز ولا قبل هير، خلاص؟ طيب الموضوع بسيط يا جماعة، لو جاب لي عاقل اختار هو، لو جاب لي غير عاقل اختار ويتش، لو جاب لي مكان اختار وير، لو جاب لي زمان اختار وين، تمام؟ طب لو جاب لي عاقل وملكيته اختار هوز، طب لو جاب لي غير عاقل وملكيته اختار هوز، طب لو جاب لي مكان وملكيته اختار هوز، لو جاب لي صداقة او قرابة او زمالة اختار هوز. لاحظ يا جماعة ان صلة الصداقة والقرابة والزمالة والملكية بيجوا بعد الاختيارات مش قبل الاختيارات، اصل ممكن حد يسال يقول لي يا مستر طب في المثال الاولاني اللي انت حليته من شويه ليه قلت هو، ليه ما قلتش هوز؟ يعني مش الاب ده صله قرابه؟ يعني الاب ده صله قرابه، ليه ما اخترتش هوز؟ عشان صله القرابه، عشان اختار هوز لازم تكون صله القرابه الناحيه التانيه، يعني بعد الاختيارات مش قبلها، تمام؟ صله القرابه والصداقه والزماله بيجوا بعد الاختيارات
ماشي، مش قبل الاختيارات. تمام. طيب بصوا كده في الامثله اللي احنا حليناها، اللي هي كوليج صله الزماله جايه بعد الاختيارات اهوت، فريند جايه بعد الاختيارات، ماذر الام جايه بعد الاختيارات، ماشي. طيب يبقى صله الصداقه والقرابه والزماله والملكيه بتيجي بعد الاختيارات مش قبل الاختيارات. تمام. طيب حاجه كمان مهمه جدا يا جماعه، صله القرابه مش لازم تكون فاذر وماذر، يعني ممكن تبقى سيستر وبراذر وكازن واي كلمه متعلقه بالقرابه. في برضو هازباند الزوج، وايف الزوجه، يعني اي حاجه فيها صله قرابه بعد الاختيارات تاخد هوز على طول. يبقى هوز بتيجي مع الصداقه والقرابه والزماله وملكيه العاقل وملكيه الغير العاقل وملكيه المكان، بس ما بتجيش قبل ذا وما بتجيش قبل اي حاجه فيها ملكيه. يعني مفيش حاجه اسمها هوز ماي ولا هوز هيز ولا هوز هير، تمام، ولا هوز ذا. تمام. طيب نشوف المثال اللي بعده. المثال اللي بعده بيقول ايه؟ The person from Nuat I received the letter is the manager. يعني الشخص الذي تلقيت منه الجواب هو المدير. في عندي هنا عاقل اللي هو person، وفي عندي حرف جر اللي هو from. طب عاقل زائد حرف جر يبقى الإجابة هم، WHOM. يبقى امتى استخدم هم؟ امتى هو تتقلب لهم؟ هو بتتقلب لهم لو في حرف جر قبل الاختيارات. يعني عاقل لوحده ياخد هو، لكن عاقل وحرف جر ياخد هم. تمام. طبعا عندي العاقل اللي هو بيرسون وحرف الجر اللي هو ايه؟ فروم، ماشي. طيب بنقلب في الحاله دي هو لهم. طيب المثال اللي بعده، اي لايك الكساندريا نوت ويذر از جود. انا بحب اسكندريه اللي جواها جميل. طيب كلمه ويذر يعني الجو، واسكندريه مكان، يبقى ايه؟ ملكيه المكان، الجو بتاع اسكندريه، يبقى الاجابه هوز. ملكيه المكان بتاخد هوز. طب الجمله اللي بعدها، I like Alexandria not the weather is good. هوز ما ينفعش تيجي قبل ذا، يبقى هعتبر الاسكندريه مكان والاجابه وير، ماشي. الجمله اللي بعدها، I don't understand not you say. انا مش فاهم اللي انت بتقوله. understand يعني يفهم، ودي فعل، واللي بيجي بعد الفعل يبقى وات. الإجابة إيه؟ وات، ماشي؟ طيب The shop didn't have، المحل لم يكن يمتلك not I wanna buy، الحاجة اللي أنا عايز أشتريها. طب كلمة have يعني يمتلك، فعل برضو، الفعل ياخد وات، يبقى الإجابة إيه؟ وات، ماشي كده؟ طيب الجملة اللي بعدها، I don't know the reason، أنا مش عارف السبب not he left his job. ليه هو ساب وظيفته؟ ليه هو ترك وظيفته؟ كلمة left الماضي من leave يعني يترك، leave يترك، left ترك. طيب أنا مش عارف سبب تركه للوظيفة، الأسباب بتاخد why، ماشي. نلاحظ يا جماعة أن عادة بيجيب لي كلمة reason، يعني عادة reason نقط اختار why على طول. طب أحيانا كلمة reason بتبقى محذوفة بس تبقى مفهومة من السياق. يعني أنا ممكن أقول إيه؟ I don't know why he left his job، انا مش عارف ليه هو ساب وظيفته. يبقى لما احب اتكلم عن اسباب استخدم واي. تمام. دي اساسيات الوحده الرابعه، دي اساسيات. طيب القاعده بسيطه يا جماعه، انا طبعا اديت لحضراتكم مثال على كل قاعده، تمام، اعتقد كده بقت مفهومه جدا. دي الاساسيات بتاعه الوحده، ماشي. هنخش بقى على التكات اللي الناس عايزاها بقى، اللي الناس مستنيينها في الفيديو ده، واللي ان شاء الله بعد ما تتفرجوا عليها في الفيديو دوت هتبقى بالنسبة لكم سهلة جدا، وهتحلوا على الوحدة بكل بساطة. قبل ما اخش على الملحوظات والتكات الاضافية هقول القاعدة كمان مرة عشان الناس اللي ما كتبتهاش. القاعدة هي يا جماعة هما 9 ضمائر وصل للاساسيات بتاعت الوحدة، وبتيجي مع العاقل، which بتيجي مع غير العاقل، ذات مع العاقل وغير العاقل، وين مع الزمان، وير مع المكان، هوز مع ملكية العاقل وملكية غير العاقل وملكية المكان، وصلة الصداقة وصلة القرابة وصلة الزمالة. ونلاحظ ان كل الكلام ده بيجي بعد الاختيارات مش قبل الاختيارات زي ما شفنا في الامثلة. هم بتيجي مع العاقل المفعول او عاقل زائد حرف جر زي ما شفنا في المثال من شوية. وات بتيجي بعد الفعل زي ما شفنا في الامثلة. واي بتيجي مع الاسباب. يبقى انا عندي 9 ضمائر وصل. انا جمعت لكم التكات والخدع كلها في 8 ملحوظات يا جماعة. نبدأ بأول ملحوظة اللي بتقول لا يمكن أن تأتي كلمة هوز قبل ذا وماي وهيز وهير وذير. عشان ما طولش على حضراتكم أنا شرحتها بالتفصيل الملحوظة ديت في الأمثلة اللي فاتت.
شرحتها بالتفصيل، اعتقد الملحوظه دي اتشرحت كويس. تمام، نخش على طول بقى على الملحوظه رقم 2. الملحوظه رقم 2 هي الفرق بينه وهم، يعني لو خيرني في الامتحان ما بين هو وهم. طبعا كلنا عارفين يا جماعه ان هو بتيجي مع العاقل وهم بتيجي مع العاقل، طب انا اعمل ايه لو خيرني في الامتحان ما بين هو وهم اعمل ايه؟ تمام، الموضوع بسيط جدا يا جماعه، هو انا عندي ثلاث حالات، لو كان العاقل اللي هو مدولي في الجمله فاعل اختار هو، واذا كان مديني عاقل زائد حرف جر اختار هم زي ما شرحنا في الامثله اللي فاتت. تمام، اما لو كان العاقل مفعول به يبقى ينفع هو وينفع هم وينفع نو بروناون، يعني ينفع ما احطش ضمير خالص. كمان مره اهو يا جماعه، عندي ثلاث حالات، لو كان العاقل فاعل اختار هو، لو كان العاقل جاي بعديه حرف جر اختار هم، طب لو كان العاقل مفعول به ينفع هو وينفع هم وينفع ما احطش ضمير وصل خالص. طيب تعالوا نشوف الامثله كده مع بعض واحنا هنفهم كل حاجه. المثال بيقول the person، الشخص، who teaches you at school، الذي يدرس لك في المدرسة، is my brother، هو أخويا. طيب ركزوا كده معايا، person يعني شخص، الشخص اللي بيدرس لك، الشخص بيدرس يعني الشخص فاعل وليس مفعول، يبقى الإجابة هو. خلاص، يبقى لو العاقل فاعل يبقى هو. طيب الجملة التانية، the man to not I replied is my uncle، طبعا الإجابة هم. ليه بقى؟ عشان العاقل عندي مان وجاي بعديه حرف جر اللي هو تو، يبقى طول ما في عاقل وحرف جر يبقى الاجابه ايه؟ ها؟ هم. يبقى العاقل الفاعل بياخد هو والعاقل زائد حرف جر بياخد هم. طيب تعال نشوف بقى امثله لما يكون العاقل مفعول به وينفع الثلاثه، يعني ينفع هو وينفع هم وينفع ما احطش ضمير خالص. بصوا المثال بيقول ايه؟ The girl، البنت، هو ولا هم ولا نو بروناون اي ميت از جورجيس، كلمة جورجيس يعني جميلة جدا يعني. تمام، بيقول البنت اللي قابلتها جميلة جدا. طيب انا قابلت البنت، يعني البنت هنا مش فاعل، البنت هنا مفعول به. تمام، طيب العاقل هنا مفعول به، العاقل لما يبقى مفعول به يبقى ينفع هو وينفع هم وينفع نو بروناون، يعني ممكن اقول the girl who I met is gorgeous، ماشي، وممكن اقول the girl whom I met is gorgeous. تمام، وممكن اقول the girl وبعدين ايه، ما احطش حاجه خالص واقول I met is gorgeous، يعني مش لازم احط ضمير وصل خالص، يعني ممكن احط ضمير وممكن ما احطش. تمام، ممكن احط هو او هم او نو بروناون، يعني الثلاثه ينفعوا. طب ليه الثلاثه ينفعوا؟ عشان مفعول به. خلاص، طيب شوف الجمله اللي بعدها، the boy هو او هم او نو بروناون I hit is a bully، الولد اللي انا ضربته إذا بولي، بلطجي، كلمة بولي يعني بلطجي، الولد اللي انا ضربته بلطجي، انا ضربت الولد، يبقى الولد مفعول به، عشان كده ينفع هو وينفع هم وينفع نو بروناون لا ضمير. طيب الجملة اللي بعدها بتقول the person who likes English is زياد، الشخص الذي يحب اللغة الإنجليزية هو زياد. طب ليه هو المرة دي؟ طب انا عندي الشخص بيحب، الشخص بيحب يعني فاعل، الشخص هنا فاعل، عشان كده العاقل جاي فاعل يبقى اختار هو. الجمله اللي بعدها ذا ساينتست، العالم، هو انفنتد ذا راديو از ماركوني، الشخص او العالم اللي اخترع الراديو اسمه ماركوني. طيب العالم اخترع، يعني العالم هنا فاعل، العاقل هنا فاعل، يبقى اختار ايه؟ هو. تمام، طيب الجمله اللي بعدها the man who أو whom أو no pronoun he killed was a criminal، الشخص الذي قتله مجرم. تمام، هو قتل الشخص أو الراجل، هو قتل الراجل، يعني الراجل هنا مفعول به، المفعول به ياخد هو أو whom أو no pronoun. طيب يلا بقى نحل الجملة دي كده نشوف فهمنا القاعدة ولا لأ. the girl not I married is my cousin، البنت اللي أنا اتجوزتها تبقى بنت عمي. طيب ها ها يا جماعة، أنا تزوجت البنت، يعني البنت هنا مفعول به، يعني ينفع هو أو هم أو نو بروناون. طبعا هو مش بيديني التلاتة في الاختيارات، هو بيديني هوز ملكية. تمام، طبعا ممكن حد يتلخبط بقى يقول إيه، طب ما بنت العم دي صلة قرابة، أختار هوز بقى؟ لا، إحنا قلنا عشان تختار هوز لازم تكون صلة القرابة بعد الاختيارات، يعني لازم تكون كلمة كازن هنا كده في الحتة دي كده، ها ماشي، بعد الاختيارات.
يبقى هوز مش هتنفع، وان بتيجي مع الزمان غلط، وات بتيجي مع الفعل، هي كلمة جيرل فعل؟ لا مش تنفع، تمام؟ طب نو وورد، مفيش ولا كلمة هتتحط. هي دي الإجابة الصح يا جماعة، هي دي، لأن أنا عندي العاقل إيه؟ مفعول به. يبقى هنختار نو وورد، ولا كلمة تتحط. يعني يا جماعة الموضوع بسيط جدا، الفرق بين هو وهم، يعني إمتى أختار هو وإمتى أختار هم؟ والله أنا بعرف الكلمة اللي جاية قبل الاختيارات، إن كانت فاعل أختار هو، وإن كانت عاقل زي حرف جر أختار هم. طب لو كان العاقل اللي هو مدولي قبل الاختيارات مفعول به، ينفع هو وينفع هم وينفع ما احطش حاجه خالص، وطبعا مش هيجيب لي الثلاثه مع بعض في الاختيارات، تمام؟ هتبقى جمله شبه الجمله اللي احنا حليناها دي، بتاعت البنت اللي انا اتجوزتها تبقى بنت عمي، تمام؟ طيب نشوف بقى مع بعض الملحوظه رقم 3. الملحوظه رقم 3 بتقول لا يصح استخدام كلمه ذات في جمله الوصل الاعتراضيه. ايه جمله الوصل الاعتراضيه دي؟ الاول بس نعرف الجمله الاعتراضيه في العربي. الجمله الاعتراضيه في العربي يا جماعه بتكون جمله متحوطه بشرط كده، بيبقى في شرطه الناحيه دي وشرطه الناحيه الثانيه، وكمان بتكون جمله لا محل لها من الاعراب، فدي في العربي بيتقال عليها الجمله الاعتراضيه. طيب في الانجليزي بقى، عشان ما لناش علاقه بالعربي النهارده، في الانجليزي بقى بدل الشرط بتبقى كوماز، يعني كوما الناحيه دي وكوما الناحيه دي، تمام؟ وبتكون ملهاش لازمه برضو، ممكن احذفها من السياق، تمام؟ طيب الجملة الاعتراضية اسمها بالانجليزي non-defining relative clause. هي كلمة clause يعني عبارة او جملة، وrelative يعني وصل قلنا، وقلنا جاية من كلمة relation يعني علاقة في اول المحاضرة. relative clause يعني جملة الوصل، relative clause يعني جملة الوصل. طيب non-defining يعني غير معرفة، يعني جملة ما بتعرفنيش معلومة مفيدة، يعني ممكن تتحذف، تمام؟ طيب يبقى الجملة الاعتراضية اسمها بالانجليزي ايه بقى؟ الجملة الاعتراضية اسمها بالانجليزي non-defining relative clause. طيب سيبنا من المسميات دلوقتي. الجملة الاعتراضية في الانجليزي ما ينفعش فيها ذات، مستحيل استخدم فيها ذات. طيب وبعرف الجملة الاعتراضية بان بيكون في كوماز في الناحيتين، وممكن احذفها من السياق دون مشاكل. طيب تعال نشوف امثلة واحنا هنفهم كل حاجة. بيقول my mother، ماما، not is kind اللي طيبة، helps me a lot بتساعدني كتير. طيب فين الجملة الاعتراضية؟ الجملة الاعتراضية اللي هي متحوطة باللون البني زي ما انا عاملها لحضراتكم باللون البني اهو، ها في عندي كوما بعد mother، وفي عندي كوما قبل helps، يعني الجملة متحوطة بكوما زهوت، ماشي؟ طيب وكمان ممكن تتحذف من السياق، تعالوا نجرب كده. مش انا ممكن اقول my mother، ممكن اقول my mother helps me a lot، ينفع ولا ما ينفعش؟ ماما بتساعدني كتير، يعني الجملة اللي في النص دي ملهاش لازمة، جملة اعتراضية. عرفت منين انها جملة اعتراضية بقى؟ عرفت منين انها جملة اعتراضية؟ عشان ممكن تتحذف من السياق، وكمان متحوطة بتو كوماز، تمام؟ طيب النوع ده من الجمل ما ينفعش فيه ذات. طبعا الام عاقل، تمام؟ يا ترى بقى نختار هو ولا ذات؟ هي هو بتيجي مع العاقل وذات بتيجي مع العاقل، بس ذات مش هتنفع هنا لان دي جملة ايه؟ اعتراضية. يبقى الاجابة الصحيحة هتكون ايه؟ الاجابة الصحيحة هتكون هو. تعالوا نشوف المثال التاني مع بعض. بيقول the cat القطة not is my favorite animal التي تكون حيواني المفضل، is a nice creature هي مخلوق لطيف. كلمة creature يعني مخلوق. طيب برضو جملة اعتراضية باللون البني زي ما حضراتكم شايفين، في عندي كوما وفي عندي كوما الناحية دي بعد كلمة animal، يعني الجملة متحوطة بكوماز، وممكن كمان ان انا احذفها من السياق، يعني انا ممكن اقول ايه؟ ممكن اقول the cat is a nice creature، القطة مخلوق لطيف، يعني مش لازم الحتة اللي في النص دي، الحتة اللي في النص دي جملة اعتراضية. طيب القطة غير عاقل، يعني ينفع which وينفع that، بس طبعا الجملة الاعتراضية ما ينفعش فيها ذات، يبقى اختار ايه؟ ويتش. الموضوع بسيط جدا يا جماعة، الموضوع بسيط جدا والله. ها لو عينك او عينك وقعوا على الكوما، ها يبقى دي جملة اعتراضية. لو حسيت ان الجملة دي ممكن تنحذف من السياق، يبقى دي جملة اعتراضية. النوع ده من الجمل ما تختارش فيه ذات ابدا، ها تختارش ذات، ممنوع ذات. لو كان عاقل اختار هو، لو كان غير عاقل اختار ويتش، لكن ما تختارش ذات ابدا، تمام؟ ده ملخص الموضوع. نشوف مع بعض الملحوظه رقم 4. الملحوظه الرابعه بتقول
لا يصح استخدام when و where لو مفيش فاعل بعد الاختيارات او لو يوجد حرف جر يعود على الزمان والمكان. طيب مش هنفهم غير بأمثلة كالعادة. اول مثال عندي بيقول I was staying in a hotel. انا كنت اقيم في فندق. نقط lies in the city center. كلمة lie يعني يقع، خدناها في الوحدة التالتة. كلمة lie يعني يقع جغرافيا، اظن شرحت الكلمة دي بالتفصيل في الحلقة رقم 13 اللي هي كان فيها قواعد الاعراب وكان فيها شرح مفصل لكلمات الوحدة التالتة. كلمة lie هنا مش معناها يكذب، هي كلمة lie هنا معناها يقع جغرافيا. يقع جغرافيا in the city center، في وسط المدينة. هو عايز يقول ايه؟ انا كنت اقيم في فندق يقع في وسط المدينة. طيب lie يعني يقع، فعل ولا فاعل؟ فعل. ماشي، مش هيكون فاعل طبعا، فعل وليس فاعل. طيب بيقول لي عشان استخدم when و where لازم يكون في فاعل بعد الاختيارات. طيب في فاعل بعد الاختيارات يا جماعة؟ مفيش فاعل، يبقى ما ينفعش استخدم where. الاجابة الصحيحة هنا هتكون which. ممكن واحد يقول يا مستر بس الفندق هوتيل مكان، يعني المفروض اختار where. ما احنا قلنا بقى ممنوع استخدام where لو مفيش فاعل. هو مفيش فاعل بعد الاختيارات، يعني لو بصينا كده مع بعض في الجمل اللي فاتت اللي كان فيها وير هتلاقوا فيه فاعل بعد الاختيارات دايما. ها بصوا كده بيقول I like المنيا where I was born. تمام. طيب فين الفاعل؟ I فاعل. تمام. طيب بصوا المثال بتاع وين بيقول ايه. I was sleeping in the morning when the alarm rang. المنبه رن. the alarm ده المنبه، فاعل. شوفوا عشان استخدم وين وير لازم يكون فيه فاعل بعد الاختيارات، لكن في الجملة اللي احنا بنحلها دلوقتي مفيش فاعل. كلمة lie يعني يقع جغرافيا، ما تنفعش فاعل. ومادام مفيش فاعل يبقى وين غلط وير غلط، يبقى في الحالة دي نختار البديل بتاع وين وير اللي هو which. تمام. طيب نشوف الجملة التانية كده بتقول ايه. I like Alexandria. انا احب الاسكندرية. is a nice summer resort. التي تعتبر منتجع صيفي لطيف. كلمة resort يعني منتجع. لما اقول summer resort تبقى منتجع صيفي او مصيف، لما اقول winter resort تبقى معناها منتجع شتوي او مشتى. طيب كل الناس هتحلف دلوقتي ان كلمة الكسندريا مكان، والمكان بياخد وير. هو فعلا الاسكندرية مكان، بس مش هينفع تاخد وير هنا، لان بصوا بعد الاختيارات جايب لي is دي فعل ولا فاعل؟ فعل وليس فاعل. مفيش فاعل بعد الاختيارات، يبقى ما ينفعش اختار وير. الاجابه ويتش. تمام. طيب نشوف المثال اللي بعده بيقول this is the year. هذه هي السنه I was born in، التي ولدت فيها. هي السنه دي تعتبر زمان، المفروض اختار when. ها والمره دي مديني فاعل بعد الاختيارات اللي هو I، يعني ماليش حجه، بس برضه هختار ويتش مش when. عارفين ليه؟ عشان في حرف جر باللون الاصفر اهو، شايفينه؟ ها بقول اللي اتولدت فيها، ان دي عايدة على السنة اللي انا اتولدت فيها. تمام. طيب لما يكون في حرف جر عايدة على الزمان والمكان ما ينفعش برضه استخدم when و where، استخدم البديل اللي هو ايه؟ which. طيب الجملة اللي بعدها I like Alexandria not I was born in. ممكن واحد يقول لي الاسكندرية دي مكان وكمان جايب لي فاعل بعد الاختيارات اهو، يعني المفروض اختار where بقى. برضه مش هينفع where، هختار which. ليه؟ عشان في حرف جر عايد على الاسكندرية. تمام. حرف جر عايد على الاسكندرية التي ولدت فيها. هو لو ما كانش فيه ان كنا اخترنا وير. تمام. طيب يبقى يا جماعة في حالتين عندي ممنوع فيهم ان انا استخدم وين وير. ايه هما الحالتين دول؟ لما يكون مفيش فاعل بعد الاختيارات. لو مفيش فاعل ممنوع تختار وين وير، تختار ويتش. طيب لما يكون في حرف جر عايد على الزمان والمكان، في الحالة دي برضه ما تختارش وين وير، تختار ويتش برضه. تمام. طيب يبقى لو مفيش فاعل او لو في حرف جر نختار ويتش وما نختارش وين وير. بصوا يا جماعه عشان ما حدش يتعقد، يعني الموضوع بسيط. بصوا انتوا في الامتحان بتحلوا عادي جدا من غير تشنجات ومن غير عصبيه ومن غير توتر.
انتوا بتحلوا عادي جدا. ها والله لقيت مكان اختار وير، لقيت زمان اختار وين، لقيت عاقل اختار هو، لقيت غير عاقل اختار ويتش. تمام، بس حذر، خليك حذر من التكات دي. يعني مثلا لو حليت جملة ولقيت فيها ملكية ما تدليش على هوز كده، ممكن يطلع فيه ذا فتمنع هوز. طيب لما تجيلك جملة اعتراضية ما تدليش على ذات، احذف ذات من الاختيارات. طيب لما يجيلك مكان ما تندليش على وير كده، لا اتأكد ان فيه فاعل واتأكد ان مفيش حرف جر. تمام، نفس الكلام ينطبق على وين، لما تشوف زمان ما تندليش على وين، ها اتأكد ان فيه فاعل وتأكد ان مفيش حرف جر. يبقى بكل بساطة انا بحل عادي جدا، بس قبل ما بمسك القلم واختار اتأكد ان مفيش محظورات، مفيش حاجات تمنع وين وير، مفيش حاجات تمنع هوز، مفيش حاجات تمنع ذات. الموضوع بسيط جدا، انا بس بعرف التكات والخدع دي. ماشي يا جماعة. طيب عموما لما نيجي نحل الحلقة الجاية هوريكم انا بحل ازاي. تمام، طيب نخش على الملحوظة رقم 5 عشان ما نضيعش وقت. الملحوظة رقم 5 بتقول ضمير الوصل ويتش يمكن ان يعود على جملة كاملة. طبعا احنا قلنا المكان وير والزمان وين والفعل وات والسبب واي والعاقل هو وغير العاقل ويتش. طب لما احب اعود على جملة كاملة مش وعاقل وغير عاقل، لا انا عايز اعود على الجملة كلها، اعمل ايه؟ اختار ويتش برضه. تحسوا كده ان كلمة ويتش دي جوكر بنلعب بيه، ينفع مكان اي ورقة. ها ويتش بتنفع مكان وين وبتنفع مكان وير، بس طبعا الكلام ده في المحظورات. تمام، في التكات اللي انا ذكرتها. تمام، طيب لما نحب نقعد على جملة كاملة برضو نستخدم ويتش. تعالوا نشوف الامثلة وهنفهم كويس. المثال الاول بيقول she didn't even greet us، هي كلمة even يعني حتى، انها حتى لم تحيينا، انها حتى لم تلقي علينا السلام. كلمة greet يعني يحيي. ها انها حتى لم تحيينا ولم تلقي علينا السلام. which was rude of her، وهذا كان تصرفا وقحا منها. كلمة which هنا عايدة على الجملة اللي فاتت دي كلها. ها عايدة على التصرف بتاعها كله، انها ما القتش علينا السلام. لما احب اعود على الجملة الكاملة كلها اختار ايه؟ which. تمام، طبعا هنا بقى ولا عايز اعود على عاقل ولا غير عاقل، انا عايز اعود على الجملة كلها، على التصرف كله. تمام، طيب تعالوا نشوف المثال التاني. بيقول yesterday امبارح I played a long tennis match with my brother، لعبت ماتش تنس طويل مع اخويا. نقط made me exhausted، وهذا جعلني متعبا جدا. كلمة exhausted يعني متعب او منهك. طيب الجملة دي كانت في امتحان ثانوية عامة قبل كده، وللأسف يا جماعة ناس كتيرة غلطت فيها. يعني في ناس اختارت وين، يقول لك ده عايدة على يستردي يعني امبارح، نختار وين. وفي ناس قالت لا ده الجملة عايدة على براذر، براذر يعني الاخ. شايفين في ناس انخدعت بكلمة براذر، ها براذر يعني اخ، يقول لك اختار هو. تمام، وللأسف يعني هو مش اخويا اللي تعبني ولا امبارح اللي تعبني، هو كون ان انا لعبت امبارح ماتش طويل مع اخويا ده اللي تعبني. يعني انا مش عايز اعود على اخويا ولا عايز اعود على امبارح، انا عايز اعود على الجملة كلها. ماشي، طيب لما اعود على الجملة كلها استخدم ايه؟ استخدم ويتش. تمام، طيب شوف المثال اللي بعده. he offered to show me around the place، هو عرض عليا انه يفرجني على المكان. كلمة offer يعني يعرض، وشو around يعني يوري واحد مكان يعني. ها he offered، هو عرض، to show me around يعني يفرجني، the place يفرجني على المكان. ها عرض عليا انه يفرجني على المكان. طيب التصرف ده كان تصرف طيب منه. not was kind of him، وهذا كان تصرفا طيبا منه. يا ترى بقى اختار وير ولا ويتش؟ الخدعة القاتلة هنا انه مديني كلمة place. يا نهار ابيض، place يعني مكان، ممكن واحد ينخدع ويختار وير. ركز بقى، ركز، هو المكان اللي كان طيب يعني was kind، يعني المكان كان طيبا؟ لا، ولا التصرف بتاعه هو اللي كان طيب؟ التصرف كله يا جماعة، انا عايز اعود على الجملة كلها مش على كلمة place. يبقى الاجابة الصحيحة which. لما احب اعود على الجملة كلها اختار which. كله فهم الملحوظة دي يا جماعة؟ كله فهم الملحوظة دي؟ نخش على الملحوظة رقم 6 واللي ناس كتيرة قوي مستنياها، حروف الجر اللي بتيجي مع which، ودي حاجة متعبة شوية بالنسبة لبعض الطلبة، وكالعادة هنبسطها على الآخر.
ساعات في الامتحان يا جماعة مش بيخيرني ما بين هو ويتش وذات وين وير وهوز وهم وات واي وكده، لا ساعات بقى بيقول لي اختار ان ويتش ولا فور ويتش ولا تو ويتش ولا باي ويتش ولا ات ويتش ولا ويذ ويتش. تلاقي طبعا الطلبة كلها زعلت وخافت وترعبت، انا بخاف قوي من حروف الجر يا مستر. طيب بصوا بقى يا جماعة، انا عملت لكم حاجة ظريفة جدا وان شاء الله مش هتلاقوها في اي كتاب، يعني هتلاقوها بس في الفيديو ده. انا جمعت كل الجمل اللي في كل الكتب الخارجية تمام على حروف الجر وحطيتها في الجدول اللي قصاد حضراتكم على الشاشة ده. يا رب يساهم هذا المجهود في انكم ما تغلطوش ابدا لو جت الحتة دي تمام. طيب بصوا الجدول الجميل دوت، يا ريت نجيب ورقة وقلم ونسجله مع بعض. امتى اختار ان ويتش؟ قالك تختار ان ويتش لو في الجملة كلمة فيلم، موفي، بلاي، كونفرسيشن، فيلد، بوك، ستوري، نوفل، ارتكل، ايساي، هاوس. هترجمهم بسرعة، فيلم يعني فيلم، موفي يعني فيلم بس بالامريكي، ها بلاي يعني مسرحية، كونفرسيشن يعني محادثة، وارجوكم يا جماعة حرف الاس ده بيتنطق اس يعني كونفرسيشن مش كونفرزيشن تمام. طيب فيلد يعني حقل او مجال، بوك يعني كتاب، ستوري يعني قصة، نوفل يعني رواية، ارتكل يعني مقال، ايساي يعني مقال، هاوس يعني منزل. كل هذه الكلمات تاخد ان ويتش تمام. يبقى لو الجمله فيها اي كلمه من دول اختار ايه؟ ان ويتش. طيب امتى اختار فور ويتش؟ لو الجمله فيها كلمه ابولوجايز، ابولوجايز يعني يعتذر. طب امتى اختار تو ويتش؟ لو الجمله فيها ريبلاي يعني يرد، واوبجكت يعني يعترض، انا عندي اوبجكت تو يعترض على. طب امتى اختار باي ويتش؟ لو الجملة فيها الكلمتين دول مع بعض، سي ومين جايين في جملة واحدة، ها سي ومين، اختار باي ويتش على طول. طيب امتى اختار ات ويتش؟ امتى اختار ات ويتش؟ لما يكون في عندي كلمة ميتينج اجتماع، ستاديوم يعني ستاد. طب امتى اختار ويذ ويتش؟ لو الجملة فيها ستوري وبرينج اب، ستوري يعني قصة وبرينج اب يعني يربي. يبقى ناخد بالنا يا جماعة، لو ستوري بس اختار ان ويتش، طب لو في ستوري وبرينج اب اختار ويذ ويتش تمام. طبعا برينج اب للناس اللي مش عارفه يعني يربي، برينج اب يعني ايه؟ يربي، والماضي منها بروت اب يعني ربى. طيب تعالوا نشوف الامثله وهنفهم كل حاجه، بس ارجوكم ارجوكم احفظوا هذا الجدول كويس، وان شاء الله والله والله ما فيش ولا جمله هتقف قدامكم باذن الله. طيب تعالوا نشوف كده مع بعض، بيقول ايه؟ هي انسلتد مي، هو شتمني. كلمه انسلت يعني يشتم. فور ويتش هي شود ابولوجايز، وعلى دوت هو المفروض يعتذر. كلمه ابولوجايز يعني يعتذر. اخترنا فور ويتش ليه؟ عشان ابولوجايز، ها ابولوجايز يعني يعتذر. طيب I read a story in which the hero was blind. أنا قرأت قصة البطل فيها أعمى. كلمة blind يعني أعمى. اخترت in which ليه يا جماعة؟ عشان كلمة story. story بتاخد in which. نبص كده في الجدول فوق يا جماعة. ها؟ apologize بتاخد for which، وstory بتاخد in which. نشوف المثال اللي بعده. You say English is difficult. أنت تقول أن اللغة الإنجليزية صعبة. To which I strongly object. وأنا أعترض بشدة على هذا الكلام. كلمة object to يعني يعترض على، ها؟ طيب object بتاخد to which، يبقى اخترنا to which ليه؟ عشان object يعترض. He says he is busy، هو يقول أنه مشغول. By which وبواسطة هذا الكلام he means he can't go out with us، وبواسطة هذا الكلام هو يقصد أنه لن يستطيع الخروج معنا. طيب ليه اخترت باي ويتش؟ عشان في عندي في الجمله سي وفي عندي مين، يعني الجمله فيها سي ومين. بصوا كده في الجدول فوق، سي ومين بياخدوا ايه؟ باي ويتش تمام. طيب الجمله اللي بعدها بتقول ايه؟ I read an article، انا قرات مقالا. in which الذي فيه the writer الكاتب discussed كان يناقش women's rights حقوق المراه. ليه استخدمت in which؟ لوجود كلمة ارتكل، لوجود كلمة ايه؟ ارتكل اهي تمام. طيب نبص في الجدول فوق اهو، ارتكل بتاخد ان ويتش، ارتكل بتاخد ان ويتش تمام. نشوف الجملة اللي بعدها، بيقول يسترداي امبارح I went to the stadium، ذهبت الى الاستاد. at which I watched a match، طبعا الاستاد بياخد at which. نبص فوق اهوت،
مش بس ستاديوم يا جماعه، ستاديوم يعني استاد، لا في كمان كلمه ميتنج بتاخد ات ويتش، يبقى لو شفت ميتنج او ستاديوم بتاخد ات ويتش. تمام. طيب these are the stories، هذه هي القصص with which we were brought up، القصص اللي احنا تربينا عليها، يعني القصص اللي كان بابا وماما وجد وجدته كانوا بيحكوها لنا واحنا صغيرين وتربينا على العبره والعظه التي كانت فيها. تمام. طيب طبعا القصه لوحدها تاخد in which، لكن story وbring up يربي تاخد with which، اهي brought up الماضي من bring up يعني ربى، الماضي من bring up يعني يربي، وفي عندي كلمه stories يعني قصص، يبقى هنختار ايه؟ with which. تمام. طيب يا ريت يا جماعه نركز، ها، نحفظ كل الحروف الجر دي، ونحفظ كل حرف جر فيهم بيجي مع ايه وايه وايه. تمام. وان شاء الله لو حفظتوها هتلاقوا نفسكم بتحلوا وانتم مغمضين. تمام. طيب حاجه كمان لازم نلاحظها يا جماعه، يعني هو حروف الجر اصلا ملهاش علاقه بالدرس بتاعنا، هي لها علاقه بالكلمه اللي موجوده عندي. يعني apologize بتاخد فور، عشان كده بتاخد فور ويتش، reply to عشان كده بتاخد تو ويتش، object to عشان كده بتاخد تو ويتش. تمام. at the meeting في الاجتماع، عشان كده meeting بتاخد at which. طب in the film في الفيلم، عشان كده بتاخد in which. يعني حرف الجر ملوش علاقة بضمائر الوصل، هو له علاقة بكلمة بتيجي في الجملة. فأنا جمعت لكم كل الكلمات المهمة تقريبا، ونحفظها بقى، ماشي؟ طيب نحفظ الكلمات كويس، ونحفظ حرف الجر اللي بيجي معاها. تمام. طيب في حاجة عندي بقى اسمها after which، after which، وللأسف دي ملهاش كلمات دالة، يعني مش هقدر احطها لكم في جدول كده واحفظها لكم امتى اختار after which. احنا كلنا عرفنا بنختار in which امتى وفور which امتى وتو which امتى وهكذا، لكن للأسف after which دي ملهاش كلمات دالة، هي بتيجي كده بالترجمة. after which يعني الذي بعده او التي بعدها. بصوا لو ترجمتوا الجملة ولقيتوا معناها التي بعدها او الذي بعده، اختاروا على طول after which. تمام. عموما برضو هنقش معاكم اشهر الامثله اللي وردت في الكتب الخارجيه عشان يبقى غطينا الموضوع كله. امتى نختار after which لو كان معناها الذي بعدها او التي بعدها؟ نبص كده على الامثله. ها انا جايب لكم امثله جميله قوي، مثال من الوحده ومثال من دماغي. بيقول ايه؟ كوين فيكتوريا's husband، يعني زوج الملكه فيكتوريا، برنس ألبرت اللي هو الأمير ألبرت، زوج الملكة فيكتوريا الأمير ألبرت، died in 1861، مات سنة 1861، after which والتي بعدها فيكتوريا always wore black، فيكتوريا كانت دايما بتلبس أسود. هي طبعا wore الماضي من wear يعني يرتدي، ها هو جوزها مات الأول وبعدين لبست عليه أسود. تمام. التي بعدها لبست اسود، يبقى التي بعدها، يبقى اختار ايه؟ after which. مثال اخر بيقول لك ايه؟ I wanna study at Cairo University، اريد ان ادرس في جامعة القاهرة، at the faculty of medicine، في كلية الطب، after which والتي بعدها، I wanna work as a doctor، عاوز اشتغل دكتور. انا هدرس كلية الطب الاول والتي بعدها هشتغل دكتور، التي بعدها يبقى after which. بصوا يا جماعه هبسطها لكم خالص، ها، لو جالي حدثين حصلوا ورا بعض اختار افتر ويتش، ماشي؟ الموضوع بسيط جدا يعني، ماشي؟ كده عرفنا كل حروف الجر اللي بتيجي مع ويتش، وكمان حلينا مشكله افتر ويتش. ننتقل مع بعض للملحوظه رقم 7. ملحوظه رقم 7 بتقول يفضل استخدام ذات في الحالات التاليه: في حاله وجود صيغه تفضيل عليا، عندما يكون هناك كلمه اول، عندما يكون هناك كلمه اونلي. يبقى الثلاث حالات دول بختار ذات على طول. مثال بيقول I like all that you say، طبعا هو هيقول لي بقى اختار all what ولا all that ولا all which، هختار ذات على طول عشان كلمة all شايفينها، ها. يبقى امتى اختار ذات؟ لو في كلمة all او only او صيغة تفضيل عليا، اي حاجة من التلاتة دول اختار ذات. بصوا المثال التاني، this is the best book، هذا افضل كتاب، not I have ever read، قرأته في حياتي. طبعا الكتاب غير عاقل، الكتاب غير عاقل، يعني ممكن واحد يقول لي which تنفع وذات تنفع، بس في عندي صيغه تفضيل عليا اللي هي the best، ماشي؟ الافضل، الكتاب الافضل، تمام؟ صيغه تفضيل عليا، يبقى اختار ايه؟ ها؟ صيغه تفضيل عليا يفضل استخدام ذات، يبقى الاجابه الصحيحه ذات، مش كده؟ طيب يبقى يا جماعه لو جالي صيغه تفضيل عليا، او لو جالي كلمه all، او لو جالي كلمه only، اختار ذات.
انما لو جالي جمله اعتراضيه ما اختارش ذات. في ناس ممكن تسال يعني ايه صيغه تفضيل عليا؟ صيغه تفضيل عليا يا جماعه اللي هي الاي اس تي او موست، يعني لما اشوف اي اس تي او موست، ذا موست بيوتيفول الاجمل، ذا موست امبورتنت الاهم، ذا سترونجست الاقوى، اي حاجه على وزن افعل في العربي، اي حاجه على وزن افعل في العربي، الاجمل الاذكى الاقوى الاضعف الاطول، تمام؟ اي حاجه فيها صيغه تفضيل عليا تاخد ذات، مش كده يا جماعه؟ نشوف بقى مع بعض اخر ملحوظه عندي في الوحده، ويا ريت نركز كويس عشان برضو في ناس قالت على الحته دي صعبه شويه. قبل ما نخش على اخر ملحوظه اللي هي الملحوظه الثامنه، لازم اشرح لكم حاجه صغننه كده. الحاجه الصغننه دي لو فهمتوها تفهموا الملحوظه الثامنه كويس. الملحوظه بتقول ان الانجليزي الافعال فيه بتتصرف اربع تصريفات. التصريف الاول اللي هو بتاع المضارع، التصريف الثاني اللي هو بتاع الماضي، التصريف الثالث اللي هو بتاع المضارع التام والماضي التام والمبني للمجهول واسم المفعول، والتصريف الرابع اللي هو بتاع الاي ان جي اللي هو بتاع الازمنه المستمره او بتاع اسم الفاعل. تمام، اقول كمان مره، التصريف الاول ده بتاع الايه؟ المضارع. التصريف الثاني بتاع الايه؟ بتاع الماضي. التصريف الثالث اللي هو بتاع المضارع التام والماضي التام والمبني للمجهول واسم المفعول. اما التصريف الرابع والاخير اللي هو الاي ان جي اللي هو بتاع الازمنه المستمره وبتاع اسم الفاعل. طيب تعال نشوف مثال كده بسيط. انا عندي تيك توك تيكن تيكنج، تمام؟ تيك تصريف اول معناه ياخذ مضارع، توك تصريف تاني معناه اخذ يعني ماضي، تيكن التصريف الثالث اللي هو بتاع المضارع التام والماضي التام وكمان بتاع المبني للمجهول وبتاع اسم المفعول. يعني كلمة تيكن ممكن تبقى اسم مفعول وتبقى معناها مأخوذ على وزن مفعول، يبقى التصريف الثالث بتاع اسم المفعول. طيب التصريف الرابع اللي هو تيكنج بتاع الاي ان جي، اهو اخره اي ان جي عشان ما حدش يستغرب ايه هو التصريف الرابع. التصريف الرابع ده اللي هو اني احط للفعل اي ان جي، تمام؟ وده بيجي مع المضارع المستمر والماضي المستمر واسم الفاعل. يبقى اذا كلمة تيكنج تمشي كاسم فاعل بمعنى اخذ على وزن فاعل. نفس الكلام ينطبق على بريك بروك بروكن بريكنج. يعني انا عندي بريك يكسر مضارع، بروك كسرة ماضي، بروكن التصريف الثالث اسم مفعول بمعنى مكسور، تمام؟ طيب بريكنج اي ان جي تصريف رابع بمعنى اسم الفاعل اللي هو كاسر على وزن فاعل، تمام؟ ملخص الكلام يا جماعه، انا اللي يخصني النهارده التصريف الثالث والرابع. التصريف الثالث اسم المفعول، التصريف الرابع اللي هو الاي ان جي اسم الفاعل، تمام؟ يبقى تيكن ماخوذ على وزن مفعول، تيكنج اي ان جي اخذ على وزن فاعل، بروكن مكسور على وزن مفعول، بريكنج كاسر على وزن فاعل. يبقى لما احب اجيب اسم المفعول في الانجليزي احط تصريف ثالث، ولما احب اجيب اسم الفاعل احط تصريف رابع. كمان مره اهو، لما احب اجيب اسم مفعول احط تصريف ثالث، ولما احب اجيب اسم فاعل احط تصريف رابع اللي هو الاي ان جي عشان ما حدش يتخض. التصريف الرابع ده اللي هو الاي ان جي. طيب تعالوا كده نبص مع بعض على اخر ملحوظه وهنفهم اكتر. ها الملحوظه بتقول ضمير وصل زائد فيرب تو بي زائد تصريف ثالث بيساوي تصريف ثالث. يعني انا ممكن احذف ضمير الوصل وايه وفيرب تو بي واحط تصريف ثالث على طول. يبقى ضمير وصل فيرب تو بي تصريف ثالث بيساوي تصريف ثالث. ها طبعا التصريف الثالث ده اللي هو اسم الايه؟ اسم المفعول. طيب اللي بعدها بتقول ايه؟ ضمير وصل زائد فيرب تو بي زائد فيرب زائد اي ان جي بتساوي فيرب زائد اي ان جي. يعني برضه ممكن احذف ضمير الوصل وفيرب تو بي واحط مكانهم فيرب زائد اي ان جي على طول. وطبعا الفيرب اي ان جي ده اللي هو التصريف الرابع يعني اسم الفاعل. طيب ما تيجوا كده نشوف الامثله واحنا هنفهم على طول. ها الامثله بتقول ايه؟ ذا كروبس المحاصيل، كروبس يعني المحاصيل، ويتش ار جرون التي تزرع in Egypt التي تزرع في مصر، are high quality ذات جودة عالية، high quality يعني جودة عالية، المحاصيل التي تزرع في مصر ذات جودة عالية. وانا مش ممكن اقول المحاصيل المزروعة على طول؟ يعني ممكن اقول المحاصيل المزروعة في مصر جودتها عالية؟ هو انا لازم اقول المحاصيل التي تزرع؟
ما انا ممكن اقول المحاصيل المزروعه على وزن المفعوله، يعني احط اسم مفعول على طول. ها يعني ممكن احذف ضمير الوصل اللي هو ويتش، واحذف ار اللي هو فيرب تو بي، واحط تصريف تالت على طول اللي هو ايه؟ جرون. يبقى انا ممكن اختصر ذا كروبس ويتش ار جرون دي، ها، واخليها ذا كروبس جرون على طول. يعني ممكن احذف ويتش ار دي، ها، تعالوا كده نجرب نحذفها اهو، حذفناها اهو، بقت ذا كروبس جرون ان ايجيبت، المحاصيل المزروعه في مصر، ار هاي كواليتي، ذات جوده عاليه. يبقى انا ممكن اختصر ضمير الوصل زائد فيرب تو بي زائد التصريف الثالث باني احط تصريف ثالث على طول، واحذف ضمير الوصل وفيرب تو بي. اللي بيتحذف عندي ضمير الوصل وفيرب تو بي اللي هم باللون الازرق فوق اهو، شايفين يا جماعه؟ طيب الجمله الثانيه بتقول ذا بوي، الولد، هو از ستاندينج، الذي يقف، نيكست تو علي، بجوار علي، از نبيل، اسمه نبيل. ها الولد الذي يقف بجوار علي اسمه نبيل. هو انا مش ممكن اقول الولد الواقف بجوار علي هو نبيل؟ الواقف على وزن الفاعل، ها، اسم فاعل، تمام، احط عين جي على طول. ها يعني ممكن احذف ضمير الوصل وفيرب ايه؟ تو بي. ها فين ضمير الوصل؟ هو، وفيرب تو بي اللي هو از. يعني ممكن احذف ايه؟ هو از دي. نجرب نحذفها كده يا جماعه، نجرب نحذفها كده، ها، هتبقى ايه؟ ذا بوي، الولد، ستاندينج نيكست تو علي، الولد الواقف بجوار علي، از نبيل، هو نبيل. نلاحظ ان الجمله الاولى فيها اسم مفعول تصريف ثالث جرون، والجمله اللي بعدها فيها اسم فاعل اللي هو ستاندينج، ماشي؟ طيب بكل بساطه يا جماعه، ضمير وصل زائد فيرب تو بي ممكن يتحذف. يا رب نكون فهمنا هذه الملحوظه. بكده يا جماعة نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، أرجو ما كنتش طولت على حضراتكم، بس أنا رعيت إن أبسط الدرس بشكل كافي وإن الناس كلها تفهم، وأنا حاولت قدر الإمكان إن أنا أجمع مادة علمية تفيد الطلبة كلها، فأرجو يكون عجبكم هذا الشرح، وأرجو تكون فهمتم الوحدة، وأرجو ما تكونش بعد كده فيها مشكلة بالنسبة لكم. ان شاء الله المحاضرة الجاية هنحل مع بعض على الكلام دوت، وناخد امثلة اكتر، ونترجم كل جملة، ونفهم ليه اخترنا دي وليه ما اخترناش دي. ارجو لو كان عجبكم الفيديو تضغطوا لايك، وارجو تشتركوا في القناة بتاعتي على اليوتيوب عشان توصلكم الفيديوهات الجديدة. ارجو من حضراتكم تعملوا سبسكرايب، وارجو من حضراتكم زيارة موقع الرسمي english2fun.com. كان معاكم مستر احمد سامي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.